هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمر بفترة انتخابات رئاسية ينتخبون الرئيس، فهل يجوز للمسلمين الأمريكيين التصويت في هذه الانتخابات لأحد المرشحين الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين في هذه البلد، أم أن يتجنبوا هذه الانتخابات قطعيا؟ أرى أن ينتخبوا من يرونه أنفع للمسلمين، ولا حرج في هذا. واستمع إلى قوله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ومن الذي ينتصر؟ عجيبوا، الروم على الفرس، لأن الروم أهون على المسلمين من الفرس، والمؤمنون يفرحون إذا انتصر الكافر الذي هو أقل ضررا على المسلم من الكافر الآخر. فكذلك في الانتخابات، فلهم من ينتخب ومن يرون أنه أبعد عن الإساءة على المسلمين.